قالت مصادر محلية من مدينة عفرين المحتلة إن فصيل العمشات الإرهابي التابع للاحتلال التركي استولى على 7 محال تجارية في ناحية الشيخ الحديد تعود ملكيتها للسكان الأصليين، فيما جرف الاحتلال التركي تلة بناحية شراوة لتحويلها إلى قاعدة عسكرية. ممارسات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في عفرين المحتلة لم ينجو منها البشر ولا الحجر، في مخططات ترمي لتهجير من تبقى من سكان المدينة الأصليين وأحداث التغيير الديموغرافي. مصادر محلية من ناحية شيخ الحديد بريف مدينة عفرين المحتلة أكدت أن فصيل العمشات الإرهابي التابع للاحتلال التركي استولى على 7 محال تجارية في الناحية تعود ملكيتها لسكان الناحية الأصليين بعد تهديدهم بالاختطاف تحت حجج واهية وجاهزة. المصادر أوضحت أنه بعد الاستيلاء على المحال أقدم الفصيل الإرهابي على البدء بإجراء تعديلات إنشائية عليها لتكون تحت قبضة قائد الفصيل المدعو أبو عمشة المعروف بارتكابه أفظع الانتهاكات بحق أهل عفرين منذ احتلالها. في السياق وفي محاولة للاحتلال التركي وفصائله الإرهابية طمس معالم منطقة عفرين الأثرية والثقافية والتاريخية، أقدم الاحتلال على تجريف تلة أثرية قرب قرية أجلما بريف ناحية شيراوة لتحويلها إلى قاعدة عسكرية. وبحسب مصادر محلية فإن الاحتلال يجري عمليات تجريف وحفر للتلة الأثرية منذ حوالي الشهر بعد نهب ما تم العثور عليه من آثار في الموقع. وحول الاحتلال التركي تل جندير السلاثري جنوبي الناحية إلى قاعدة عسكرية في شهر كانون الأول عام 2019 وأحاطها بسور عال من الجدران الإسمنتية بعد عمليات تنقيب وحفر بحثاً عن الآثار التي باتت السوق السوداء في تركيا أكبر سوق لتهريبها إلى أوروبا. حول هذا الموضوع مباشرة ينضم إلينا من الشمال السوري الصحفي بانجين سيدو. أستاذ بانجين مرحبا بك، يبدو بأن المشاهد المعتادة من استيلاء على ممتلكات خاصة وتدمير المعالم الأثرية والثقافية في مدينة عفرين، هذه المشاهد ما زالت معتادة، ما المعلومات التي تصلكم حول هذه الانتهاكات؟ نعم، يعني كل فترة نسمع عن انتهاكات جديدة تحصل في عفرين، بالإضافة إلى سلسلة وجملة من الممارسات التي تهدف إلى التغيير الديموغرافي في مناطق عفرين من الابتزاز والخطف وكل أنواع الجرائم، بالأخص يعني الممارسات والجرائم التي ترتكبها الفصائل في عفرين بالنسبة للمرأة، يعني على المرأة. طبعا الآن في هذه الأثناء طبعا كل فترة هذه الفصائل طبعا وبإشراف من دولة الاحتلال التركي تقوم بسلسلة جديدة من الممارسات، فمثلما يعني وكأن المرحلة الأولى كانت هي مرحلة التخويف وبس الرعب في نفوس الأهالي في تلك المناطق لإجبارهم على الخروج والهجرة من عفرين. الآن الأمر يتعدى ذلك بشكل مباشر بالاستيلاء على ممتلكاتهم، بالاستيلاء على عقاراتهم، بالاستيلاء على أملاكهم من الأشجار والأراضي في تلك المناطق. وما نراه الآن من يعني ممارسات، بالأخص في هذه الأيام الأخيرة ما قامت به الفصائل أبو عمشة في جنديرس بحرق المحلات وأيضا الاستيلاء على دكاكين ومحلات للمواطنين في تلك المنطقة، حتى أنهم باتوا يغيرون يعني نمط تلك الدكاكين يعني من ناحية الديكور، يعني وكأنهم في هذه النقطة تحديدا. أستاذ بانجين، الحديث يدور عن أن فصيل العمشات الإرهابي استولى على 7 محلات تجارية في ناحية الشيخ حديد، يعني كيف يتم ذلك؟ ما الذي يحصل لتبرير هذا الاستيلاء، وما الذي يحصل ما بعد الاستيلاء على هذه الممتلكات الخاصة؟ تحدثت عن موضوع تغيير الديكور وما شابه.
يعني في حسب بعض المعلومات طبعا في الفترات الماضية، يعني هناك خطوات دائما تسبق خطوات أخرى تقوم بها هذه الفصائل. فمن داخل عفرين أيضا وفي المدن والنواحي المرتبطة فيها، يعني هناك المجالس المحلية أو ما يسمى المجالس المحلية في تلك المناطق قاموا لفترة في مسح المساحة، يعني أي يعني فرضوا على الأهالي أو الموجودين في تلك المناطق تثبيت ملكياتهم، ملكيات العقارات والأملاك. طبعا بغض النظر فأغلب الأهالي الأصليين ليسوا موجودين، فإذا هذه الأملاك المستوطنين أو الذين أو هذه الفصائل الموجودة في مناطق عفرين يروجون على أن هذه الأملاك أو الدكاكين أو أي شيء هم ملك لهم. طبعا مثل ما سمعنا أيضا في هذه الأيام، طبعا يعني المخطط واضح جدا في عفرين وهو مخطط احتلالي بحت. طبعا في مناطق جنديرس وشيخ الحديد ومناطق أخرى قريبة من الحدود التركية، طبعا حاليا الدولة التركية وهذه المجالس والفصائل الموجودة هناك يقومون بتركيب لوحات أو محولات للكهرباء في تلك المناطق لكي يربطوا كهرباء تلك المناطق بالكهرباء التركية، حتى أنهم يربطون شبكات التليفون تركسل في تلك المناطق. يعني حاليا الهواتف أو المعمول بها هناك، يعني ليست هناك شبكة للهواتف السورية سيرياتيل أو ما شابه ذلك، الإنترنت كله إنترنت تركي. وأيضا مثل ما قلت شبكات الكهرباء يريدون توصيلها وضمها إلى ولاية هاتاي لواء اسكندرون في تلك المناطق. إذن يعني بشكل متدرج وبشكل ممنهج، يعني كل ما يحصل في تلك المناطق أيضا هو يعني بداعي ذاتا المناطق محتلة، لكن يعني كل الممارسات الذين يقومون بها هي محاولات لترسيم حياة جديدة هناك، حياة كلها مرتبطة بالدولة التركية. هذا فيما يخص اتجاه سياسة الاحتلال التركي. وقبل ذلك أو في السياق أيضا أستاذ بانجين، يعني اليوم فيما يخص الاستيلاء على الممتلكات الخاصة سواء لممتلكات أشخاص ما زالوا موجودين في عفرين أو خارجها، ماذا يفعلون عندما يتم الاستيلاء على ممتلكاتهم؟ هل من خيارات أمامهم لاسترجاعها؟ أعتقد ليس لديهم خيار آخر، يعني الخيار الوحيد هو الهروب. يعني عندما يستولي أحد ما على ممتلكاتك بقوة السلاح فليس لديك خيار، يعني الخيار الوحيد هو ترك هذه الممتلكات، يعني وهو الهدف المنشود من هذه هذا الأمر. لكن أعتقد يعني سواء ممن هم في الداخل في داخل عفرين أو ممن هم في خارج عفرين، أعتقد أن هذه الممارسات أو الجرائم، يعني مواثيق حقوق الإنسان، القوانين الدولية، يعني كلها تشير بأن الاستيلاء بالقوة المسلحة على ممتلكات مدنيين في أي منطقة كانت هي جريمة حرب، يعتبر جريمة حرب. طيب. فإذا لا بد من هؤلاء الأهالي، كل من يتم الاستيلاء على ممتلكاته، تقديم شكاوى للمحاكم الدولية الرسمية لكي يكون هناك ضغط على الاحتلال التركي. فبالتالي الأمر ليس فقط مرهون بهؤلاء الفصائل، يعني المسؤول عن كل ما يحصل هو دولة الاحتلال التركي. فعلى الأهالي أو العائلات أو الجهات الحقوقية طبعا تنظيم دعاوي من قبل هؤلاء الأهالي للضغط من قبل المحاكم الدولية على الدولة التركية بما ترتكب من فظائع في عفرين. طيب حول او حول تدمير المعالم الأثرية، ما المعلومات التي تصلكم ايضا؟
يعني حسب ما نشر وحسب المعلومات الأخيرة، كان هناك تلة أثرية في منطقة الشيراوة، يعني تم العبث فيها وردم معظم يعني معالمها في المنطقة المذكورة. طبعا كان هناك محاولات أو كان هناك ممارسات أخرى يعني حول الآثار، على سبيل المثال في تل عندارة وأغلب المناطق الأثرية الموجودة في تلك المنطقة. فبالتزامن مع فرض التغيير الديموغرافي والتغيير السكاني والاستيلاء على الممتلكات، أيضا تحاول دائما الدولة التركية وبشكل ممنهج يعني تغيير الطابع الأثري الطابع التاريخي لتلك المنطقة من خلال نبش الآثار، والتي أيضا تعتبر جريمة يعني حسب القوانين الدولية. فيعني مسألة الآثار وتهريب الآثار ونبش الآثار أيضا هي أيضا جريمة واللافت جريمة حرب اللافت بأن وجريمة منظمة دولية. اليونسكو حتى الآن تغض الطرف. نعم، للأسف يعني ليس منذ يعني هذه الأوقات، يعني منذ احتلال عفرين وحتى يومنا هذا، يعني وصلنا إلى قرابة 3 سنوات من احتلال الدولة التركية لعفرين، لا اليونيسيف ولا حتى الحكومة السورية الحالية يعني لم تعد أي تقرير، ولم يرد منها أي بيان، ولم يرد أي شيء من هذا القبيل. يعني على سبيل المثال أريد أن أعطي مثال فضل. حول المنظمات والدولية ومنظمات حقوق الإنسان. يعني باختصار رأينا ما حدث في لبنان قبل فترة من تفجير، كل العالم وكل الدول الأوروبية وحتى أمريكا والكل عرضوا المساعدة على لبنان على أنها كارثة حدثت في لبنان، لكن الازدواجية تظهر عندما نرى المشاهد الآن في السودان. يعني ما يحصل في السودان من الفيضانات هو أضعاف مضاعفة من الخسائر ما حصل في لبنان، لكن لا أحد يعرض المساعدة على السودان. فهذه ازدواجية هذه المنظمات. في نهاية الوقت المخصص شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من الشمال السوري، الصحفي بانجين سيدو. بعد الفاصل ندوة حوارية في الحسكة تحت رعاية مسد، فماذا جاء فيها؟